بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا ونبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الواسع الكريم. قال الإمام الشهاب الرملي رضي الله تعالى عنه أرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، في كتابه المسمى بغاية المأمول شرح ورقات الأصول في قراءتنا السادسة لهذا الكتاب، قال: والأكثر من العلماء على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف بمشروطه. هذه هي المسألة التي نتكلم فيها، وهي معروفة عند العلماء بتكليف الكفار بفروع الشريعة. الشرائع هي الشريعة الواحدة، شريعة الإسلام. شرائع إيه؟ قال: والأكثر من العلماء، أي هذه مسألة تابعة لما بعدها من مخاطبة الكفار بفروع الشريعة. يبقى الأكثر من العلماء، كان ينبغي على أخونا المحقق أن يضع هذا العنوان فوق والأكثر من العلماء، ولذلك نحن نبهناه. لماذا؟ لأنها مسألة واحدة وليست مسألتين. ليه؟ الأكثر من العلماء ده تمهيد للأصل الكلي الذي تكلم فيه الأصوليون، لأن الأصوليين يتكلمون في الكليات، وبعضهم فرضها في الجزئي، في الجزء وهو تكليف الكفار بفروع الشريعة. تكليف الكفار بفروع الشريعة تابع لهذا الأصل الكلي اللي هو إيه؟ اللي هو حصول الشرط الشرعي، هل هو شرط في صحة التكليف أم لا؟ وهو حصول الإسلام، هل هو شرط في توجيه التكليف للكفار بفروع الشريعة أم لا؟ لأن الإسلام ده شرط، شرط للإيه؟ شرط للفروع، مش للفروع كلها، لمعظم الفروع أو للفروع في الجملة. فهما مسألتين يا مشايخ، مش مسألتين، هما مسألة واحدة. فوالأكثر والكفار مخاطبون لاثنين واحد، ويبقى والكفار مخاطبون عبارة عن جزئي القاعدة السابقة، جزئي للقاعدة السابقة، ولذلك كان ينبغي أن يضع العنوان فوق ويقول: حصول الشرط الشرعي شرط في صحة التكليف أم لا؟ يبقى العنوان، وينزل تحت هنا ويقول: ومن مسائله مخاطبة الكفار بفروع الشريعة. قال: والأكثر من العلماء، علماء يقصد بهم الأصوليين، والأكثر من العلماء، يبقى هذا هو رأي الأكثر، على أن حصول الشرط، الشرط هنا يقصد به ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فهو مؤثر في طرفي العدم لا الوجود. ده اللي هو ايه؟ اللي هو الشرط الشرعي. قال: على أن حصول الشرط، عرفت؟ الشرعي، الشرط الشرعي هنا حتى يخرج الشرط العقلي، فإنه شرط في التكليف كفهم الخطاب. ولذلك انظر إلى يعني براعة إمام الحرمين، أنه تكلم أولا على من يدخل تحت التكليف، وتكلم على أن شرط التكليف فهم الخطاب. بس فهم الخطاب دوت شرط إيه؟ شرعي ولا شرط عقلي؟ شرط عقلي. يبقى حصول الشرط الشرعي شرط بالاتفاق في التكليف. الشرط العقلي اللي هو إيه؟ اللي هو فهم الخطاب وعدم الإلجاء.
فإنه شرط باتفاق. ولذلك اللي فاتت المسألة الماضية ممكن إن احنا نعنون ليها بعنوان اللي هي والذي يدخل في الأمر والنهي. الذي يدخل في الأمر والنهي ده من جملة المتن، لكن احنا ممكن نضع عنوان ونقول يا بقى مولانا حصول الشرط العقلي شرط في صحة التكليف، ونبدأ نضع تحته هذه المسألة وهي من يدخل في الخطاب ومن لا يدخل. ولذلك أنا هكتب العنوان ده عندي حصول الشرط العقلي شرط في صحة التكليف، ده عنوان. يبقى نحط العنوان ده فين؟ هنحط العنوان ده عند قوله الذي يدخل في الأمر والنهي، لا المسألة السابقة. هات يا ولدي المسألة السابقة، فين هي؟ فين انت بتكتب فين؟ لو أيوة، اسمها ايه اللي عندك دي؟ هي ديت. تكتب العنوان فوق، تكتب تقول لي بقى حصول الشرط الشرعي شرط الشرط العقلي، حصول الشرط العقلي شرط في صحة التكليف. يبقى احنا هنا بنتكلم على مسألتين، مسألة الأولى حصول الشرط العقلي، والمسألة الثانية حصول الشرط الشرعي اللي من أفرادها تكليف الكفار بفروع الشريعة. فهمنا كده؟ يعني ولذلك شوف براعة إمام الحرمين، تكلم أولا عن الشرط العقلي ثم بعد ذلك تكلم عن الشرط الشرعي. الشرط العقلي اللي هو إيه؟ فهم الخطاب، ويترتب على ذلك أن من لم يفهم الخطاب لا يتوجه إليه التكليف. مين بقى اللي لا يفهم الخطاب؟ قال لك المجنون والساهي والصبي والنائم، كل هؤلاء لا يفهمون الخطاب فلا يتوجه لهم التكليف. وإن قيل بعد ذلك إنهم يقضون الصلاة فقلنا ذلك بإيه؟ بأمر جديد. يا سلام، إيه ده؟ إمام الحرمين ده يا ابني ده مؤسسة علمية ماشية مع بعض، مش محتاجة إلى اجتهاد جماعي، هو كفاية لوحده، هو إيه؟ كفاية لوحده. يبقى هنا مسألتين، مسألة الأولى حصول الشرط العقلي، والمسألة الثانية إيه؟ حصول الشرط الشرعي. وبعد كده بدل ما يقول هل الكفار مخاطبون بفروع الشرائع، يلغي العنوان ده ويقول ومن فروع المسألة السابقة تكليف الكفار. يا سلام، ايه ده؟ العلم حلو كده؟ والله انا اول مرة اقول الكلام اللطيف ده. قلنا يا ابني في الحاجات اللي قبل كده ما قلناهوش، اصل العلم ده رزق، انت رزقك كده، لعلك مخلص، لعلك اجتهدت في الحضور، لعلك عندك نية صالح ان انت تتعلم وتعلم وهكذا. والأكثر من العلماء على أن حصول الشرط، قلنا الشرط هو إيه؟ ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ولذلك هنا في حاشية لطيفة، نحن أمرنا أن نعترف بالحسن إن وجدناه. عندك في حاشية لطيفة تحت قال المراد بالشرط الشرعي هنا ما يتوقف عليه صحة الشيء شرعا كالوضوء للصلاة، فخرج ما يتوقف على وجوده عقلا كالتمكن من الأداء الزائل بالنوم والفهم من الخطاب الزائل بالغفلة والنسيان، فإن حصوله شرط في صحة التكليف. مين بقى قال الكلام دوت؟ الإمام الزركشي، صاحب إيه؟ صاحب تشنيف المسامع، اللي اختصر أبو زرعة في كتاب إيه؟ الغيث الهامع. فاهمين المسألة جاية فين وراحة فين؟ معايا إن شاء الله.
هنخليها يا مولانا تنور. الدماغ مش الصلع. اقرا بقى الكلام بتاع الامام الزركشي ده عشان ده كلام يعني متين وجميل. قال: المراد بالشرط الشرعي ها هنا في هذه المسألة لا في غيره ما يتوقف عليه صحة الشيء، كل ما يتوقف عليه صحة الشيء، كالوضوء للصلاة، فالصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا تتوقف على الوضوء، فخرج ما يتوقف على وجوده عقلا، الشيء يتوقف على هذا الشيء في الوجود لكن من جهة الشرع، يعني الأول الذي جعله يتوقف هو الشرع، يعني من الذي جعل الصلاة التي هي أفعال وأقوال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بنية متوقفة على الوضوء، متوقفة على استقبال القبلة، متوقفة على كذا وكذا وكذا، هو الشرع. فالشرع هو الذي جعل الصلاة تتوقف على هذه الأمور. خلاص فهمنا. طيب، لكن هل الشرع هو الذي جعل يعني مثلا التكليف يتوقف على فهم الكلام؟ لا، ده فهم ذلك من الأدلة العقلية. قال: فخرج ما يتوقف عليه وجوده، ما يتوقف وجوده على الشيء عقلا، عقلا يعني ايه؟ يعني بسبب العقل، كالتمكن من الأداء. طب وانا نايم انا متمكن من الأداء؟ ده انا نايم غير متمكن من الأداء، فالتمكن من الأداء شرط لمخاطبتي وتكليفي، فإذا لم أكن متمكنا من الأداء لا أخاطب. إيدي مقطوعة من فوق المرفأ، فقال لي اغسل يدك. طب أنا غير قادر، والقدرة شرط في التكليف. والفهم دي معطوفة على كالتمكني، والفهم من الخطاب، وكذلك فهم الخطاب شرط عقلي لتوجه الخطاب للمكلف. الزائل، الفهم اللي هو الزائل، يبقى والفهم الزائل، يبقى الزائل دي صفة للإيه؟ صفة للفهم. الفهم الزائل بالغفلة والنسيان، فإن حصوله، الضمير عائد إلى الشرط العقلي، شرط في صحة التكليف، يعني شرط في كون هذا الشخص ذكرا أو أنثى مكلف. إذا كان في هناك يعني تمكن من الأداء وكان فيه فهم للخطاب، كان التمكن والفهم شرطان للتكليف، فكل متمكن من الأداء وكل فاهم يخاطب شرعا. طب هنا البحث فين؟ هل هنا البحث في الشرط الشرعي اللي هو تعرفنا عليه قبل ذلك، وليس في الشرط اللغوي اتفاقا. يبقى ليس في الشرط، الخلاف ليس في الشرط العقلي لأنه شرط اتفاقا، وليس في الشرط اللغوي اللي هو إن دخلت المسجد فسأصلي ركعتين، يبقى ده شرطه لأنني أوقفت الصلاة على دخول المسجد، وهذا شرط لغوي فهم بسبب اللغة والأداة، فإنه شرط اتفاقا. فالشرط اللغوي اتفاقا، لأن الشرع قال لك إيه؟ قال لك إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين، فأصبح صلاة الركعتين متوقفة على دخول المسجد، يلزم من دخول المسجد مطالبة المكلف بها
ويلزموا من عدم الدخول لعدم المطالبة، لأن الشروط اللغوية أسباب شرعية. احفظوه الكلام ده، احفظوه. قال: ليس شرطا في صحة التكليف. صحة التكليف، التكليف معناها يعني في جوازه عقلا، يعني يجوز للإنسان أن يكلف بالشيء مع عدم وجود شرط الشيء، كتكليفنا بالصلاة حال الجنابة والحدث، أليس كذلك؟ أنت بتبقى محدث والشرع بيقول لك قم وصلي، فليس شرطا في جوازه، ليس شرطا في صحة التكليف أي في جواز التكليف عقلا. فالمراد بالصحة هنا الجواز، ليس شرطا في صحة التكليف بمشروطه. ومعنى النزاع هنا أنه إذا اعتبر الشارع في صحة أمر شرطا، هل يصح أن يكلف بذلك الأمر مع عدم حصول ما اعتبره الشارع شرطا، ولا يكون اعتباره شرطا للصحة مانعا من توجه التكليف مرة ثانية؟ هو ده معنى الخلاف، اللي هو ايه؟ اللي هو أديكم مثال بسيط جدا، سأعطيكم مثالا يسيرا بسيطا في هذه المسألة، وهو هل بسيط، هل وضوئي شرط لمخاطبة الشارع لي بالصلاة أم لا؟ هو ده معنى الخلاف. خبرك يعني إيه؟ يعني الإسلام ده يا مشايخ شرط للفروع في الجملة، عشان تبقى دقيق تقول في الجملة، لأن هناك فروع لا تتوقف في حصولها وفي اعتبارها وامتثالها على الإسلام. زي إيه؟ زي إزالة النجاسة لا يحتاج إلى نية، والنية كما عرفتم تحتاج إلى الإسلام، فهو مش محتاج لنية. فلو هو ترك النجاسة وهو غير داري أو غير ناوي حصل الواجب، لأن إزالة النجاسة واجبة. فهناك فروع لا تتوقف على يعني قضية الإسلام. طيب، فهذا هو يعني فيصل الكلام في المسألة، الشرط الشرعي هل هو شرط في صحة التكليف أم لا؟ فالأكثر من العلماء قالوا ليس شرطا في صحة التكليف بمشروطه، بمعنى أنه قد يكلف بالمشروط مع عدم وجود الشرط. وقيل هو شرط، يعني أن حصول الشرط الشرعي شرط في صحة التكليف، بمعنى أن الإسلام الذي هو شرط لا بد من تحققه حتى يتوجه الخطاب إلى المكلف. فإذا انعدم الإسلام انعدم توجه الخطاب، فهمنا؟ بس المسألة مش مفروضة في الشروط زي الوضوء والصلاة، ولا المسألة مفروضة في الإسلام. وقيل هو شرط فيها، هو اللي هو ايه؟ اللي هو حصول الشرط الشرعي، شرط فيها أي في الفروع أو في التكليف بالمشروط، فلا يصح ذلك، اللي هو ايه؟ يعني لا يصح توجيه الخطاب مع عدم وجود الشرط وهو الإسلام. ولذلك فريق من العلماء ذهب إلى أن الكفار غير مخاطبين
بفروع الشريعة. وإلا ده هنا بقى بيتكلم على الدليل اهو، لكن الأدلة الجزئية التي سنتحدث عنها في مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة كفيلة يعني الجدال بين الفريقين، لأن الفريق الذي قال حصول الشرط الشرعي ليس شرطا هيستدل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ويأتي بالأدلة التي تدل على المخاطبة، والذي يقول بأنهم غير مخاطبين يأتي بالأدلة على أنهم غير مخاطبين بالفروع، ويبقى نفس دليله هو دليل من قال هو شرط فيها فلا يصح بذلك. قال وإلا، يعني وإن لم يكن شرطا في الفروع في التكليف بالفروع فلا يمكن امتثاله. ما هو انتبهوا، هذا القائل فكرته عامة وإحنا كررناها قبل ذلك عدة مرات. إيه هي الفكرة ديت؟ الفكرة إن هو بيقول ما هو الفائدة من التكليف؟ الامتثال. فإذا أمكن الامتثال توجه الخطاب، وإذا لم يمكن الامتثال لا توجه الخطاب. فإذا لم يكن هذا الشخص مسلم وقلنا له صلي وأتى بالصلاة على يعني حاله وهو كافر، فالصلاة لا تصح ولا يكون حينئذ ممتثلا، ويتعذر الامتثال، وإذا تعذر الامتثال تعذر التكليف، وإذا أمكن الامتثال توجه الخطاب. طب هو كافر إزاي يصلي؟ إزاي يزكي؟ إزاي يصوم؟ إزاي يتصدق؟ فأصبح بإمكان الامتثال متوقف على حصول الشرط. فلو قلنا أنه يعني ليس شرطا لكلفناه بالمحال. ليه؟ لأننا هنقول له حال كفرك صلي. طب أنا هصلي ولكن الشرط مش موجود، يبقى صلاتي غير صحيح وغير ممكن ان انا امتثل، يبقى انت بتأمرني بالمحال. قال له ولا بنأمره بالمحال ولا حاجة، ده احنا بنقول له ازل المانع ثم صلي، كما قلنا للمحدثي ازل المانع ثم صلي. انا دلوقتي محدث، خطبت بالصلاة ام لا؟ خطبت لا على اساس ان اصليها حال الحدث، ولكن إذا أمرني بهذا فقد أمرني بإزالة المانع ثم بعد ذلك بالصلاة. ولذلك انظر بقى للمسألة لأنها ترتيب عالي جدا. والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم إلا به. بس ثلاث مسائل دول في حلقة واحدة، ثلاث مسائل دول في إيه؟ في حلقة واحدة. ولذلك هتبص تلاقيهم مع بعض، لأن لما يقول لك صلي وأنت في حال الحدث معناها إيه؟ معناها أنه يأمرك كذلك بإزالة المانع وهو الحدث بأن تتوضأ. ولذلك العلماء أتوا قبلها بقضية يعني ما لا يتم الواجب إلا به، فهو إيه؟ فهو واجب. إيه ده؟ هو ده الكتاب كده؟ آه والله الكتاب كده، كتاب كله مسائل زي الحلقة الواحد، سلسلة كلها مسكة في بعض يا مولانا. وقيل هو شرط فيها فلا يصح ذلك. ذلك دي إشارة إلى إيه؟ إلى ما مضى اللي هو توجيه التكليف مع عدم وجود الشرط وهو الإسلام. وإلا يعني لو تصورنا أنه يصح كما يقول القائل الأول ده هو بيجادله، فلا يمكن امتثاله، يعني فلا يمكن للكفار أن يأتوا بالصلاة وبالعبادة حال كفرهم لو وقع ذلك منهم. لماذا؟ لعدم وجود الشرط. وإذا لم يوجد الشرط وأمرناهم بذلك فإننا نأمرهم بشيء لا يمكن وقوعه، فأصبح توجيه الخطاب عبث، وأصبح توجيه التكليف إلى من لا يستطيع أن يقوم به عبارة عن نوع من التكليف بالمحال. طيب يا سيدي،
وأجيبه. ما هو القائل بقى الأكثر مش هيسيء، مش هيسكت. انتوا فاكرين هيعديها كده يعني؟ لا، ما بيعدوهاش كده. ده الجمهور، ده الأكثر، ليسوا يعني ضعيفي الحجة. وأجيب بإمكاني امتثالي، قالوا لا، الامتثال ممكن. ازاي بقى يمتثل؟ قال لي يا سيدي سهل، أزل المانع ثم امتثل. هي معضلة، انت مالك فاهمها ليه بالمش هالب؟ هي مش معضلة، أزل المانع ثم بعد ذلك صلي. طب هو ليه ذكر الأدلة دي؟ لأن ده دليل عقلي، والأدلة القادمة بعد ذلك أدلة شرعية، فقدم الأدلة العقلية على الأدلة الشرعية. طب يا سيدي، قال بإمكان امتثالي، يمكن للكافر أن يمتثل. إزاي يعني؟ قال له ما هو مش هيمتثل في حال كفره، ده هيروح يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، ويجي للشيخ خير يقول له علمني الصلاة، فالشيخ خير يعلمه الصلاة ويصلي، يبقى امتثل ولا ما امتثلش؟ أمكن الامتثال أم لا؟ أمكن يا سيدي، بأن يؤتى بالمشروط الذي أمر به قصدا بعد الشرط الذي أمر به فرعا. والمسألة اللي هي ايه؟ اللي هي حصول الشرط الشرعي، هل هو شرط في صحة التكليف أم لا؟ مفروضة يعني مقدرة الحصول في تكليف الكافر. الكافر ده اسم فاعل دخل عليه الألف واللام فيفيد العموم في تكليف كل الكفار. بالفروع أي بفروع الشريعة، مش بكل الفروع بل بالفروع التي تتوقف على النية، لأن النية متوقفة على الإسلام. انتبهوا أيها المشايخ، والصحيح وقوعه. والصحيح وقوعه مش جوازه. ما هو انت في دايرتين، في دايرة الجواز العقلي وفي دايرة الوقوع الشرعي، فهم مسألتين لما تبحث فيهم. والصحيح وقوعه كما أشار إليه المصنف بقوله والكفار سواء الأصليون وغيرهم مخاطبون، يعني توجه إليهم الخطاب وهو التكليف بفروع الشريعة، في بعض النسخ بفروع الشرائع. قال والشرائع أصول وفروع، فأما الأصول اللي هي الإسلام فالكفار مخاطبون بالإسلام قطعا بشرط بلوغ الدعوة، وبلوغ الدعوة وأن يكون سميعا وأن يكون واخد بال حضرتك تصل إليه الدعوة بشكل ملفت للنظر وإلى آخره. وأما الفروع فهي محل خلاف، فالأصول متى وصلت لهم بصورة ملفتة للنظر وكانوا يعني، لأنه ممكن يكون أصم والأصم ده ما بيسمعش ولا بيتكلم، وده أصلا شرط من الشروط أن يكون يعني إيه بلغته الدعوة وأن لا يكون أصم، وأن تبلغه الدعوة بصورة ملفتة للنظر، ما توصلوش أن الإسلام ده هو داعش الذي يذبح الناس ويهتك الأعراض، فده أكيد مش مخدامة، ما وصلتلوش بصورة سليمة، فهذا ليس مكلفا بالأصول. ومعظم الأوروبيين كده. طيب حلوة الحتة دي، مع انتفاء شرطها. قال والكفار مخاطبون بفروع الشريعة مع انتفاء شرطها وهو الإيمان. طب هو الإيمان فين بقى شرط؟ ما هو الإيمان اللي هو الإسلام شرط للنية، والنية شرط للعبادات من الفروع،
فإنه اللي هو يا مشايخ الإيمان شرط لها أي للفروع في الجملة. هو قال في الجملة ليه يا مشايخ؟ شوف العلماء يا أخي يا سلام، والله عبارات مذهلة. ما قالش للفروع كده، لأنه لو قال للفروع وما قالش في الجملة يفهم من هذا إنه هو شرط لكل الفروع، مع أنه ليس شرطا لكل الفروع، وإنما هو شرط للفروع التي تحتاج إلى نية وهي العبادات. طب النجاسة، أبو حنيفة نفسه بيقول لك الوضوء مش محتاج لنية. لكونه، الضمير عائد للإيمان يا مشايخ، شرطا للعبادات منها أي من هذه الفروع، لا لكل فرع فرع على التفصيل. رضي الله عن سيدنا الشيخ الإمام شهاب الرملي، قال لأنه ليس شرطا لكل فرع 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 من الفروع، بل هو شرط لفروع مخصوصة وهي التي لا بد فيها من النية، والنية لا بد فيها من الإسلام، لأن النية لها شروط. مش قلنا إن النية لها أحكام سبعة؟ حقيقة الحكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن، هم السبعة دول. قال لا لكل فرع فرع على التفصيل، ووجه كونه شرطا للعبادة، ووجه كونه اللي هو يا مشايخ الضمير عائد إلى الإيمان، ووجه كون الإيمان شرطا للعبادة، شرط للعبادة. امسك كده الطهارة، شرط للوضوء صح؟ ده ركن في الوضوء، ما هو الشرط هنا يقصد به ما لابد منه. خد بقى من عبد الله واتكل على الله. ووجه كونه شرطا يعني لابد مما لابد منه في العبادة. ليه؟ لأنه هو ركن يا أولاد في العبادة. والشرط يأتي طارة بمعنى ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ويأتي أيضا الشرط بمعنى ما لابد منه، سواء كان شرطا أو ركنا. وده عبر به الإمام النووي في المنهاج، وذكرنا ذلك في محله. يبقى هنا شرط بمعنى ايه يا مشايخ؟ ما لا بد منه، ما لا بد منه، لان النية ركن في العبادات. سين شين يا توهو، سين شين ده النحت الخط بتاع الفقير الى الله، سين من سيد وشين من شلتوت. ووجه كونه، ووجه، ووجه كونه، وينفع ووجه بس لا، ووجه كونه صح، والتانية تنفع. ووجه كونه أي الإيمان شرطا للعبادة، أنه شرط للنية المعتبرة فيها. بص 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 بص، أنه شرط لا ده هو نفسه شرط للنية، والنية ركن للعبادة، يبقى هو شرط في الركن، مش ركن الركن، هو شرط للركن، للنية المعتبرة يعني المشترطة في العبادة. إذ يمتنع قصد إيقاع الفعل قربة من جاهل بالمتقرب إليه. يمتنع ان انا اتعبد وانا ما اعرفش بعبد مين. العبادة معناها ايه؟ معناها انني اتقرب الى المعبود، والتقرب الى المعبود لازم من لوازم معرفة المعبود. لما حد يقول لك انت رايح فين؟ انا رايح الرواق الجاوي، يبقى يلزم من ذهابك الى الرواق معرفتك بالمكان الذي تتوجه اليه. التقرب معناه أنني أبذل
ما يقربني إليه، يجعلني بجواره. وهذا يلزم منه معرفة من أجاور، والمجاور هو المولى سبحانه وتعالى. قال: إذ يمتنع قصد إيقاع الفعل قربة، يعني للقربة، من جاهل بالمتقرب إليه. عبادة معناها إيه؟ بنتعبد بها، بنتقرب بها. بتتقرب بها لمين؟ إلى من تريد، إلى من حددت وعينت. فيعذبون، والفاء هنا للتفريع، أي فيتفرع على ما سبق، أنهم يعذبون بترك الفروع كما يعذبون بترك الإيمان. هو هنا عايز يقول لك مبدأ مهم قوي. بعضهم قال له: ما إيه الفايدة من تكليف الكفار بفروع الشريعة؟ إذا كانوا مكلفين بالإسلام فمش هيسلموا، هيتعذبوا يوم القيامة، فإيه بقى الفايدة من تكليف الكفار بفروع الشريعة؟ قالوا: لا، لها فوائد. هي إيه بقى؟ قالوا: منها أنهم يعذبون بسبب ترك الفروع عقابا زائدا على عقاب ترك الإسلام، ومنها اعتبار عتقهم، ومنها أشياء ذكرها ابن قاسم في الحش عندك. واخد بالك ان التكليف له فوائد، لكن اشهر هذه الفوائد التي يذكرها العلماء في كتبهم انهم يعذبون على تركهم للفروع عقابا زائدا على عقاب الكفر. يا سلام. طب لماذا بقى يعني العلماء خصوا هذا بالذكر؟ قالوا لأنه اعلى، ولانه اقوى في ردع الاخر. طب يا مشايخ، فيعذبون بترك الفروع، والباء هنا سببيه يعني بسبب ترك الفروع. كما يعذبون، اي مثل تعذيبهم، مثل ما يعذبون يعني مثل تعذيبهم. يبقى ما هنا مصدرية، ويعذبون مع ما مؤولة بمصدر. هذا المصدر في الحقيقة مجرور بالكاف، حتى بقى كده نحوية عشان أخونا بتاع اسم الفعل واسم المفعول. كما يعذبون، يبقى الكاف هنا إيه؟ حرف جر، في مجرورها المصدر المنسبك من ما ويعذبون. ويعذبون ديت من الأفعال الخمسة اللي هي ترفع بالإيه؟ ترفع بثبوت النون، وتنصب وتجزم بحذفها. يبقى كتعذيبهم، هي كده أصلها كده. يبقى فيعذبون، يبقى تعذيبهم مثل تعذيبهم. فتعذيبهم بترك الفروع مماثل لتعذيبهم بترك الأصول. وإليه أشار بقوله: وبما لا تصح، أي وهم مخاطبون بما لا تصح، يعني بالذي لا تصح إلا به، بالذي لا تصح الفروع إلا بذلك الذي تتوقف عليه الفروع وهو الإسلام. انتبه للمسألة القادمة دي، رائعة جدا. والعلماء يفرضون المسائل الكلية، يعني يقدرون المسائل الكلية اللي هي إيه؟ اللي هي يدخل تحتها فروع، ده الكلي، في بعض الصور الجزئية. انتبه، فلما يتكلموا على تكليف الكفار بفروع الشريعة هم يقصدون بذلك أن يتكلموا على الأصل الكلي، وهو حصول الشرط الشرعي، شرط في صحة التكليف أم لا.
لأن العلماء يتكلمون في المسائل الكلية مفروضة في بعض جزئياتها. ولذلك قلنا هذه المسألة مفروضة في تكليف الكفار بفروع الشريعة، وصار الخلافات الجزئية بين القائل بالتكليف أو عدم التكليف عائد أيضا إلى من يقول بأن حصول الشرط ليس شرطا، وإلى من قال بأن حصول الشرط هو شرط. فالأدلة من هنا عائدة إلى هنا، ومن هنا عائدة إلى هنا. قال: والعلماء يفرضون المسائل الكلية في بعض الصور الجزئية، فمحل النزاع أمر كلي. مش محل النزاع فقط تكليف الكفار، وإنما محل النزاع هو هل حصول الشرط الشرعي شرط في صحة التكليف أو ليس شرطا في صحة التكليف. فمحل النزاع ليس مسألة خصوص أو ليس خصوص تكليف الكفار بفروع الشريعة، أمال هو إيه؟ هو حصول الشرط الشرعي، هل هو شرط في صحة التكليف أم لا؟ ده محل النزاع في الكل مش في الجزئي، في المسألة الأم مش في دي. تقريبا للفهم يفعلون هذا، تقريبا لفهم يعني المتعلم، وتسهيلا للمناظرة. يلا نتناظر، ايه السهل اللي احنا نتناظر فيه؟ نتناظر في حصول الشرط الشرعي، ولا نتناظر في مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة؟ هما الاثنين واحد، لأنه إذا ثبت فيه، يعني إذا ثبت عدم التكليف، وده مذهبنا، في عدم الاشتراط في تكليف الكفار بفروع الشريعة، ثبت في أنه حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف، لأن هما مبدئين، وهنا تحت خلافين. الشافعية بيقولوا مكلفون بفروع الشريعة، ينتج عندهم إيه؟ أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف، فإقامة الدليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة هو بعينه إقامة للدليل على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف. والحنفية ومن وافقهم أقاموا الدليل أيضا على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، فيكون ذلك بعينه دليلا في من قال بأن حصول الشرط الشرعي شرط في صحة التكليف، لأنه إذا ثبت فيه ثبت في الجميع، يعني إذا ثبت في الجزء هيثبت في كل الجزئيات، إذ لا قائل بالفصل، لأن ما فيش حد قائل بأن لا هي بس مسألة تكليف الكفار ديت هي المعنية، وأما الأصل الكلي مش معنى، أو عندي فروع وأجزاء، عندي فروع وعندي أجزاء، هي القاعدة ثابتة في الفرع ده ومش ثابتة في الفرع ده. قال محدش قال بالكلام ده، قال بالفصل بين الفروع القاعدة الكلية، بأن يثبتونها في بعض الفروع دون بعض الفروع الأخر لاتحاد المأخذ، لأن الدليل واحد. خلاص المأخذ يعني إيه؟ يعني الاتحاد المدرك، لاتحاد الدليل. ومنها تكليف الكافر، ومنها تكليف المحدث بالصلاة، ففيه النزاع كما نقله البرماوي، وهو بالأصول أقعد، وإنما قلنا بتكليف الكفار بما ذكر اللي هو إيه؟ بالفروع يعني، لتحقق مناط التكليف يعني محل التكليف. التكليف هو إيه؟ التكليف محله البلوغ والعقل، ومناط التكليف هو البلوغ والعقل، قد تحققت في الكفار، فهم عقلاء بالغون وصلتهم الدعوة الإسلامية، وليسوا بهم مانع من يعني موانع التكليف كالصمم، وقد يعني بلغتهم بشيء ملفت للنظر،
يبقى مناط التكليف هو ايه؟ محل التكليف او علامات التكليف البلوغ والعقل. ولا استحالة في تكليفهم بها، يعني وتكليف الكفار بفروع الشريعة لا يترتب عليه محال، لا في ذاته ولا في غيره. ليه؟ قال لأن المسألة سهل. هو معنى الكافر إنه هو يكلف بفروع الشريعة إيه؟ بنقول له أزل الكفر وقول لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله وقوم صلي يا أخي. إيه بقى المشكلة؟ وده محال؟ مش محال، مسألة سهل. إحنا شافعية وهننصر القول دوت، لأن معناه، لأن معنى تكليف الكفار أمرهم، أي أمر الكفار من اللي هيأمرهم ربنا، بتقديم الإسلام على الإتيان بها. يا أخي قدم الإسلام ثم بعد ذلك افعل العبادات، بدليل اتفاق العلماء من المتكلمين وغيرهم سوى أبي هاشم على أن المحدث مأمور بالصلاة. إيه بقى الفرق ما بين المحدث؟ ما هو خلي بالك أمر المحدث بالصلاة من فروع القاعدة اللي هو حصول الشرط الشرعي. هل هو شرط في صحة التكليف أم لا؟ لأن احنا قلنا أن المسألة الخلاف في الأصل الكلي. طب ما العلماء متفقين على أن احنا، طب ما احنا محدثين اهو وخطبنا بالصلاة وكلفنا بإقامتها. معنى تكلفنا بإقامتها يعني ايه؟ يعني قوم توضأ وصلي. طب الحمد لله بها ونعمت. ومعناه، معنى تكليفنا بذلك، معنى تكليفنا بذلك أنه مأمور بتقديم الطهارة على الصلاة. مش معنى أنه هو مكلف أنه هو يوقع الصلاة حال الحدث، وإنما معناه أنه يقدم الشرط على المشروط، فإذا انتهى الأمر كذلك قام وصل. أين بقى الاستحالة؟ ما هو ده دليل أن التكليف لا يترتب عليه محال، وإذا لم يترتب على التكليف محال فلا منع من التكليف. قال بدليل اتفاق العلماء من المتكلمين وغيرهم سوى أبي هاشم على أن المحدث مأمور بالصلاة. خلصنا. والدرس النهاردة لطيف خالص. ومعناه أنه مأمور بتقديم الصلاة الطهارة على الصلاة. طهارة يقصد بها سواء الوضوء أو التيمم. ولذلك شوف تعبيره بالطهارة رائع. الناس دي مولانا حاجة عالية خالص. ولقوله تعالى، يلا بقى نخش على الأدلة، خلي بالكم. ولقوله تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. ما سلككم في سقر، أي سلكنا في سقر. ما هم قالوا بقى هو ده ربنا خلي بالك، ما ربنا على كل عالم بكل شيء، وإنما هذا السؤال سؤال تعذيب. أنت عملت كده ليه؟ ما أنا بعاقبه بقى خلاص، ما هو تعاقب وتحط في النار. طب ما أنت عارف سؤالك ليه، يعني كأنك أنت بتعذبني عذاب زيادة. أنا قاري كده يعني، شايف كده في الآية أن هذا السؤال هو سؤال لمزيد العقوبة والتهديد. بارك مولانا. قالوا لم نكن من المصلين، أي سلكنا في سقر كوننا غير مصلين. يا سلام، أنت جبت منين الزيادة دي؟ يا ما هو السؤال معاد في الجواب. ما هو بيقول لهم ما سلككم في سقر، قالوا جوابا سلكنا في سقر أننا لم نكن من أهل الصلاة.
يعني ما كناش بنصلي. ايه ده؟ يعني سبب دخولكم جهنم ترككم للصلاة وانتم كفار. مش الايمان. يبقى يدل ذلك عليها مولانا ان هم مخاطبين بالصلاة، واذا خوطبوا بالصلاة فيكون بقية انواع التكاليف مثل الصلاة لانه لا فرق. فهمنا كلام؟ يعني ايه؟ الحمد لله. قال: ولم نكن نطعم المسكين. أيوة، سلكنا في سقر أننا لم نكن نطعم المسكين، أي نؤدي الزكاة الواجبة. يبقى أنتم سبب سلوككم في سقر عدم أداء الواجب من الزكاة وأنتم كفار. يبقى يدل على أنهم مخاطبين، لأنهم ربنا بيعذبهم على ترك الواجب، لأنه لا تعذب إلا على ترك الواجب، فكان واجبا في حقهم. قال: ولم نكن نطعم المسكين. وإطعام المسكين معناه مشايخ، معناه أداء الزكاة الواجبة، لأنه لا حق في المال سوى الزكاة. هذه أول آية واضحة. يجي بقى واحد يقول لك: ما هو قال في آخر الآية وكنا نكذب بيوم الدين. قال له: طب ما هو رتب العقاب على كل الخصال دي، فكل خصلة بمفردها تكون سببا كافيا في العقاب، وإلا فما فائدة ذكرها حينئذ لو لم تكن سببا كافيا؟ رد على الحنفية: احنا هننصر الشافعية بكل ما اوتينا من قوة. ايه؟ تدلل علينا. يعني كان الايات عام. ايات ايه؟ مفيش اعم، ده ربنا بيسألهم. وهذا السؤال، واخد بال حضرتك، كما قلت لك، انما هو عبارة عن عقاب. بيقول له: انا دخلتكم جهنم، ايه رأيكم؟ قالوا: عشان ما كناش بنصلي فربنا وافقهم، ولو كانوا كذبين ما كانش قال لهم لا انتوا كذابين. قالوا كمان: ده احنا ما كناش بنأدي الزكاة. سكت عليه: ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. صح كده؟ يبقى العقاب ده على ايه يا مولانا؟ ده على كل واحد من ديت لوحده. قلت: طب هو العقاب على الكفر بس، طب وايه فائدة ذكر الثلاثة الأخر؟ ايه فائدة ذكرهم لو كان على الكفر فقط، اللي هو ايه؟ وكنا نكذب بيوم الدين. الايه؟ تقدم الايه؟ ده احنا بنقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى رتب على دخولهم رتب دخولهم سقر على هذه الاشياء. ده بيسألهم: ما سلككم في سقر؟ ايه اللي جابكم في دار العقاب؟ قالوا له: ما كناش بنصلي. يبقى اتانا او اتى بنا لدار العقاب اننا تركنا الصلاة. طيب، وده مش هو ترك الواجب يعاقب عليه في الآخرة؟ طب ده يبقى واجب، استقبل يا عم. وكنا لا نؤدي الزكاة فعوقبنا على ذلك، استقبل يا عم. وكنا نخوض مع الخائضين، اي حد شغال في الفتنة وفي إشاعة الفوضى، ها، خش شغال معاه. وكنا نكذب بيوم الدين. فالعقاب يا سيد الفاضل ترتب على كل واحد من هذه الأمور الأربعة، فكل واحد منها مستقلا في إفادة العقاب. ماشي يا مولانا؟ طيب. قال: ولقوله تعالى
وقوله تعالى: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. ويل للمشركين، وويل واد في جهنم، والعياذ بالله. ربنا عافنا وإياكم وكل المسلمين وآباءنا وأمهاتنا وإخواننا وكل من سبقونا بالإيمان، حفظ الله مشايخنا رضي الله تعالى عنهم. طب يا سيدي، بيقول لهم ويل، ربنا بيقول لك ويل للمشركين، لماذا بقى ربنا ويل للمشركين؟ قال: الذين لا يؤتون الزكاة. يعني هذا السياق يفهم منه أن الله سبحانه وتعالى توعدهم بويل، لا لشركهم، وإنما لكونهم لم يؤدوا الزكاة المفروضة. فهذا يدل على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، وإلا لما توعدهم الله بويل. قال: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وبعدها ايه؟ وهم بالآخرة هم كافرون. لان دي جملة حالية، وهم بالآخرة عن حال كونهم بالآخرة كافرون. وقوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. الآية أو الآية، الآية بكمالها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. أي ثلاثة: ومن، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس، أو يبقى أولها إيه؟ أنهم مؤمنون موحدون برب العالمين. ثانيا: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثاني حاجة: أنهم لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. ثالث حاجة، صح كده؟ ومن يفعل ذلك، إشارة لكل ما سبق، يلقى أثاما، اللي هو إيه؟ يبقى من يشرك، خلي بالك، ومن يفعل ذلك، ذلك إشارة إلى إيه؟ إلى ما سبق، أنهم لا يدعون مع الله إلى أن آخر. يبقى من يدعون مع الله إلى أن آخر، ويقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ويزنون، فإنهم يعذبون ويضاعف لهم العذاب يوم القيامة ويخلود في العذاب خلودا مهانا فيه، وما ذاك إلا للكفار. فهذا العذاب مرتب على كل ما سبق، مرتب على ترك الإيمان بمفرده، ومرتب على قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق مفردا، ومرتب كذلك على الزنا والعياذ بالله. الآية، الآية فيها ضبطان: الأول بالفتح، يعني اقرأ الآية على أنها مفعول به لفعل محذوف تقديره اقرأ الآية، أو الآية يبقى إيه؟ وقوله كذا كذا كذا، الآية هذه، أو هذه الآية، يبقى فيها ضبطين. وتفسير الصلاة فين؟ في قوله تعالى: لم نك من المصلين. ما هو الخصم ما سبكش في حالك، شوش عليك دليلك، فلا نسكت على من شوش علينا دليلنا. وتفسير الصلاة بالإيمان: لا، قال والله
قالوا لم نكن من المصلين. قال الصلاة تأتي بمعنى الإيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم. هيجي لسه هو. وتفسير الصلاة بالإيمان، ألا والله الصلاة في قوله تعالى من المصلين يعني هنفسرها بالإيمان. قالوا لم نكن من المؤمنين. طيب ماشي. طب والزكاة؟ قال والله الزكاة هنفسرها بكلمة التوحيد. يا ولادي الايه، لا 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 لا، الناس بتفكر، كانوش بيلعبوا يا مولانا، ما كانوش بيلعبوا، ما كانش الهطل موجود، لا كانوا بيفكروا، وتفكيرهم كان بيأتي موافقا للمعاني الشرعية والقواعد، وإن كانت مرجوحة وأن كنا لا نقبل بها لما يترتب على ذلك التفسير من مشاكل. بس هنقول لك بس سوى حقيقي الفرع ده الإمام الشهاب الرملي يعني ضبطه بالأدلة والردود والاعتراضات ضبطا في غاية الروعة صدقا، يعني الكتاب كله عالي جدا جدا جدا، ومن فاته قراءة هذا الكتاب فاته خير كثير. قال وتفسير الصلاة بالإيمان في قوله لم نكن من المصلين، لأنها، طب قالوا ليه بقى؟ قالوا لأن الصلاة علامة الإيمان، فلا يقم للصلاة ولا ينهض إليها إلا المؤمنون بحق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إذا قاموا، عن المنافقين، إذا قاموا إلى الصلاة كانوا قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فإذا قمت إلى الصلاة بحق فذلك علامة على الإيمان، ولذلك ترك الصلاة ده لا حظ له في دين الله. ليه؟ فين علامة إيمانك؟ ده الصلاة هي علامة الإيمان، شعار الإسلام. والزكاة بكلمة التوحيد. قال والزكاة مفسرة عندنا بكلمة الإيه؟ بكلمة التوحيد. ليه؟ قال له برضك لأنه لا يخرج الزكاة إلا من صفى قلبه وآمن بالله. لا يخرج الزكاة إلا من صفى قلبه وآمن بالله، ولذلك سموها صدقة لأنها تدل على صدق باذلها وصدق معطيها وصدق مخرجها. وذلك، قال وأنا عندي بقى تفسير في ذلك، قال له ذلك أنا هفسره بالشرك. تقول له ليه؟ قلنا له يا مولانا، قال لي لأنه هو اللي فات كام؟ اللي فات ثلاث حاجات. قلنا له قال وذلك ده مفرد ولا جمع؟ قلنا له مفرد. قال والمفرد ده يرجع على المفرد ولا يرجع على الجمع؟ قلنا له يرجع على المفرد. قال خلاص وأنا هرجعه على المفرد وهو الشرك. نالو ده انت خطير، لا 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 لا. وكنا نكاد لولا رد أئمتنا نكاد نعتقد فيه. كما قيل، يعني كما قيل في الردود على هذه الآيات يا مولانا، خلاف الظاهر. الكل ده خلاف الظاهر من العبارة، لأن الظاهر من العبارة أن تحمل الصلاة على حقيقتها الشرعية، والظاهر من الزكاة أن تحملها على الحقيقة الشرعية لا على المعاني الأخرى. وذلك أن يحمل على كل ما سبق، على مجموع ما سبق، لا أن يحمل على شيء خاص بعينه وهو الشرك. ثم بعد ذلك شرع الإمام الرملي يتكلم على تفصيل هذه الردود. أما تفسير الصلاة بالإيمان، أن تقول لم نكن من المصلين أي من المؤمنين، أما تفسير الصلاة بالإيمان فلأن قوله تلوه ولم نكن نطعم المسكين. إيه بقى، فين بقى خلاف الظاهر هنا؟ قال له خلاف الظاهر في جزئيتين. أولا أنك حملت اللفظ على غير حقيقته الشرعية،
وذاك خلاف للظاهر، انتبه. ثانيا، أنك بتفسيرك هذا جعلت تلو الآية وما بعدها لا يناسبها، من حيث أن الله سبحانه وتعالى قال لم نكن من المصلين، ثم قابل ترك الصلاة بترك الزكاة، فذكر الزكاة قرينة على أن الصلاة محمولة على حقيقتها الشرعية وليس على معنى آخر. ده بيقول لك أنا لم أصلي ولم أزكي، مش يقول لك أنا لم أؤمن ولم أزكي، لا، الذي يناسب ذلك أن الفرع يضم إلى الفرع الشبيه له، ينفي، شوف كلام جميل، ينفي هذا التفسير. يعني ذكر المسكين بعد الصلاة يدل على أن هذا التفسير غير موافق عليه، إذ المراد به الإطعام الواجب. يعني فالمراد به إطعام المسكين يعني الزكاة، فدل ذلك على أن هذا التفسير غير مقبول، وهو الإطعام الواجب وهو الزكاة. وأما تفسير الزكاة بكلمة التوحيد في قوله إيه؟ في قوله ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فلأن قوله فين بقى اللي هو الذين لا يؤتون الزكاة يقتضي تفسيرها بحقيقتها الشرعية. فين بقى الاقتداء؟ الأصل هو في حاجتين. حاجة الأولانية قال ويل للمشركين، ثم قال بعد ذلك الذين لا يؤتون الزكاة، يبقى جعل الويل للمشركين وجعل الويل أيضا للذين لا يؤتون الزكاة، ويل للمشركين وكذلك الذين لا يؤتون الزكاة. فلو كان الويل للأول كالويل للثاني لكان في الأمر تكرار. ثم هو قال الذين لا يؤتون الزكاة، الإيتاء متعلق بالزكاة، ودي القرينة القوية جدا، واخد بالك، وآتوا الزكاة، دائما في القرآن يقول وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة، فيضم الزكاة ويضيفها إلى الإتيان، والإتيان يعني إعطاء الزكاة، وده قرينة على إن الزكاة المراد بها هنا حقيقتها الشرعية مش الإيمان، لأنه قال إيه يؤتون الزكاة يعني يعطون الزكاة يؤدون الزكاة، فإضافة الزكاة إلى الإعطاء دليل على أن المراد هنا هو الزكاة الشرعية، وإضافة الإتيان إلى الزكاة يدل على أن المراد من الزكاة هنا المعنى الشرعي لا غير. وأما تفسير قوله ذلك بالشرك في الآية الثالثة من سورة الفرقان، فلأنه يضيع بالنسبة إلى الوعيد ذكر القتل والزنا، أو ينفع يضيع ذكر القتل والزنا، يبقى يضيع يقصد بها مولانا التفسير دوت، يضيع لي فائدة ذكر القتل والزنا، لأن أنت هتفرغ الآية هتقول إيه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ومن يفعل ذلك يلقى أثام، اللي هو إيه يدعون مع الله إلها آخر. طب وذكر بقى ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، إيه بقى فائدة ذكرها؟ إذ لم تكن مما يشملها الوعيد والعقاب فما فائدة ذكرها؟ هتضيع الفائدة، هيبقى فائدة ذكرها إيه؟
ولا حاجة. يبقى أنت كده فرغتها عن معناها. قال فلأنه يضيع بالنسبة إلى الوعيد، بالنسبة إلى الوعيد، أضافه إلى الوعيد، يبقى هيضيع الفائدة بالنسبة إلى الوعيد، ويكون متروك الفائدة منه. يعني فائدة إيه؟ موعود عليه، متوعد عليه أم لا؟ ومن فائدتي، خلاص كده خلصنا، تكتب كده لو عايز تكتب حشة لطيفة، أي يصير مع اختصاص ذلك بالشرك ذكر القتل والزنا ضائعا بالنسبة للوعيد. ومن فائدة تكليف الكفار بها، أي بالفروع، عقابهم عليها، أي على الفروع في الآخرة، يعني يوم القيامة. لماذا كانت الفائدة مختصة بالآخرة لا بالدنيا؟ قال لتوقفها، أي الفروع، إذ لا تصح منهم في حال الكفر. قال لأن هي مش المراد بها الامتثال، ده المراد بيها إن هم يندفعوا إلى الإيمان ثم بعد ذلك يفعلوا. طب لو ما فعلش، لو ما فعلش هيعاقب عليها عقابا زائدا على عقاب الكفر، ومش المراد بها أن يأتي بها حال كفره، لأن ذلك مستحيل، ولأن ذلك غير مراد، لأنها تحتاج إلى نية، والنية تحتاج إلى إسلام. لتوقفها، أي الفروع في جملتها، أي العبادات منها، على النية المتوقفة على الإسلام كما مر. فيجي واحد يقول له طب ما انت عندنا مشكلة، لو قلنا ان هي واجبة لماذا تسقط بالدخول في الإسلام؟ قال له وإن كانت واجبة لكنه عندما يدخل في الإسلام خفف الله عنه الدين فأسقطه عليه. زي واحد كده بينك، يعني بينك وبينه صداقة، واستلف منك 5000 رنجت، وبعد ما استلف منك 5000 رنجت حصل بينكم خلاف، وهو بدأ يتكلم عليك، فيعني حز في قلبك ذلك، فصممت على ان انت تديه، تجيب منه 5000 رنجت وهو معسر، ثم بعد ذلك جاءك واسترضاك وانت طيب القلب، هتقول له ايه؟ هتقول له خلاص عفوت عنك ومش عايز ال5000 رنجت، انا غني عنك. فربنا سبحانه وتعالى عفى عن الكفار بدخولهم الى الاسلام ترغيبا لهم في الاسلام وترغيبا لهم في الايمان. قال ولا يؤاخذون بها، اي بالفروع بعد الاسلام، اي بعد دخول الاسلام ترغيبا لهم فيه، اي في الاسلام، وتخفيفا عنهم. لان الرجل من دول ممكن يبقى عنده 80 سنة ويدخل الإسلام، هو بلغ عنده كم سنة؟ 15. 80 يعني 65 سنة ترك الصلاة. لو قلت له بقى وجب عليك 65 سنة تصلي، هقول لك بس ما هي داخل النار، داخل النار، خليني زي ما أنا. فشايف أنت، تأمل، ده ربنا يا جدع، أنت فاهم إيه؟ ده ربنا الذي يعلم السر وأخفى من السر كذلك. قال وقيل ليسوا مخاطبين بها، أي بالفروع مطلقا، أي سواء كانت أوامر أو نواهي، يبقى مطلقا إيه؟ عشان يدخل الأوامر والنواهي. منها، أي من الفروع، لأن المأمورات منها، أي لأن المأمورات من الفروع، ده بقى تعليل لعدم الدخول، لا يمكنهم مع الكفر فعلها،
قال لأنه هو في حال الكفر. تقول له مخاطب، ما هو مخاطب في الكفر يعني إيه؟ يعني يصلي في الكفر. طب ما هو صلى في الكفر لا يمكنه أن يأتي بها، فأصبحت لا فائدة في المخاطبة بها. رقم اثنين، وبعد الإيمان ويدل ذلك أنهم إذا أسلموا ودخلوا في الإسلام لا يؤمرون بقضائها. فعدم إمكان الإتيان دليل على عدم توجه الخطاب بالتكليف، وعدم قضاء المتروكات دليل آخر على عدم مخاطبتهم بها، إذ لو كانوا مخاطبين بها لا قضوها. زي ما حضرتك كده بتبقى مخاطب بالصلاة وتنام عنها أو تتركها، بتقضيها أم لا بتقضيها؟ طب دول ما بيتركوش، دول ما يعني لا يؤمرون بالقضاء، يبقى القضاء الأداء لم يكن واجبا عليهم، لأن سقوط القضاء دليل على سقوط الأداء. ولا يؤمرون بعد الإيمان بقضائها، أي بقضاء الفروع منها. والمنهيات، طب ده ما وارد فيه الأوامر، إيه الدليل على المنهيات؟ قال له قسنا المنهيات على الأوامر. لماذا؟ قال له لئلا يتبعض التكليف. يعني يتبعض التكليف، يبقى في جانب الأوامر ساقط وفي جانب النواهي ثابت، يبقى مكلف من بعض الوجوه لا من بعض، وهذا ليس واردا في التكليف. حذرا من تبعيض التكليف. طب يا سيدي، وقيل رأي ثالث، ليسوا مخاطبين بالأوامر فقط لما مر. قالوا للعلة السابقة، وهي أولها أنه لا يمكنهم الإتيان بها، ثانيا أنهم لا يؤمرون بالقضاء، أما النواهي فممكن أن يخاطب به. ما تزنيش، يزني يعاقب يوم القيامة. ما تقتلش، يقتل يعاقب يوم القيامة. شربش الخمرة، يشرب يعاقب يوم القيامة. ولأن ممكن نقول إن النواهي منع منها من أجل المفسدة، والأوامر من أجل تحصيل المصلحة، ونظر الشارع إلى دفع المفسدة أهم من جلب المصلحة. ده كلام ممكن يعني أن يستدل لهم بهذا. قالوا أما بالنسبة للمنهيات، هي الفكرة كلها في إمكان الامتثال، يمكن أن يمتثل في المنهيات. ربنا قال له لا تشرب الخمر، ما شربهاش يا سيدي. امتثل أم لا امتثل؟ لأن الامتثال أن يأتي الشخص على وفق ما أمر. منع من شرب الخمر، امتنع امتثل، لكن أمر بالصلاة فصلى غير مسلم لم يصلي، فلم يمكن في الأول وأمكن في الثاني، لم يمكن في الصلاة وأمكن في ترك الخمر وفي ترك الزنا وفي ترك القتل وفي ترك الرشوة. قال لإمكان امتثالها، يعني النواهي مع الكفر يعني الإتيان بها، الامتثال هو الإتيان بالشيء على صورة صحيحة. لأن متعلقاتها، هيعللها، قال له كيف يمكن الإتيان بقى بالنواهي؟ قالوا لأن متعلقاتها تروك. يعني اترك يا مولانا، يعني كف النفس عن الفعل، وكف النفس سواء كنت ناوي وما ناويتش بيحصل بيه ترك المنكر. ولا تتوقف على النية التي تتوقف على الإيمان. وقيل بتكليف المرتد خاصة، أي باستمرار تكليف الإسلام عليه. ليه؟ لأنه التزم الإسلام.
وما دام التزم الإسلام يستمر هذا الالتزام، وأما غير المرتد من الكافر الأصلي فلا يخاطب لا بنواهي ولا بأوامر. طب يا سيدي، هنا بقى حاجة مهمة جدا لابد وأن نتكلم فيها، وهي هل التكليف الكفار يعني يشمل كذلك خطاب الوضع؟ هو التكليف شامل خطاب التكليف، طب هل كذلك يشمل خطاب الوضع؟ هل هم كذلك يتعلق بهم خطاب الوضع كما يتعلق بهم خطاب التكليف على الصحيح من مذهب الإمام الشافعي؟ يعني بمعنى هل أفعالهم تكون يعني أو جعلها الشارع سببا لشيء أو شرطا لشيء أو مانعا من شيء أو إلى آخره أم لا؟ ده الكلام اللي هو هيتكلم فيه هنا. قال السبكي، اللي هو مين؟ اللي هو التقي السبكي، علي عبد الكافي ابن علي أبو الحسن تقي الدين السبكي الشافعي الأصولي المفسر المحقق المدقق النظارة الجدلي البارع في علوم متعددة في الفقه وغيره، صاحب الاستنباطات الجلية والدقائق اللطيفة والقواعد المحررة التي لم يسبق إليها. لا، ده سيدنا الشيخ علي حفظه الله كان يقول إن التقي السبكي كان من المجتهدين، وأحفظ عنه أنه قال التقي السبكي كان أفقه من النووي. والخلاف في تكليف خطاب التكليف وما يرجع إليه من خطاب الوضع، يبقى الخلاف في أنهم مخاطبون أو غير مخاطبين في خلاف في خطاب التكليف وما يتعلق به من خطاب الوضع. طيب، واحد منهم طلق، الطلاق ده علامة على ايه؟ على حرمة الزوجة، يبقى هو مخاطب بحرمة الزوجة وكذلك تعلق به خطاب الوضع، بمعنى ان الله اقام لفظه علامة على انفصال العلاقة الزوجية، وترتب على ذلك حرمة زوجته، فأصبح كذلك مكلفا بأنه يجب عليه أن يمتنع عن زوجته التي طلقت منه، فجعل فعله سببا للطلاق، وجعل الطلاق كذلك سببا لإنهاء العلاقة الزوجية، وجعلت زوجته محرمة، فتعلق به الخطاب في الأمرين ككون الطلاق سببا لحرمة الزوجة، ماشي، لا ما لا يرجع إليه، يعني هناك خطابات وضعية ترجع إلى خطابات تكليفية. يعني إيه؟ طلاق ده سبب لإيه؟ للحرمة، شفته؟ فالسبب مرتبط بالمسبب، يرجع إلى المسبب، المسبب إيه؟ حكم تكليفي، يبقى هو مخاطب بالسبب الذي هو الوضعي وبالمسبب كذلك الذي هو حكم تكليفي. أما الأحكام الوضعية التي لا تؤول إلى أحكام تكليفية فلا يخاطب بها، لا يخاطب بها قطعا، معلش، لا يخاطب بها قطعا، لان انت دلوقتي هتقول له لو بعت بيعا مستوفيا للاركان والشروط ملكت ببيعك السلعه، فالبيع متى استوفى اركانه وشروطه ترتبت عليه ثبوت الملكيه، مش هتقول له لا انت ملكيتك لن تثبت، خد بالك، هذا لا يصح. وكذلك اذا راح هو حضرتك وسايق العربيه وانت سايق عربيتك دخل فيك وهو غلطان فكسر لك عربيتك، فعله ده سبب في الضمان، تقول له بقى لا انت غير مكلف حبيبي،
انت ما تدفع اصلاحات سيارة؟ لا. طب هو قتل وعندك وقتل قتل عمد، ما ناخد ما يقتص منه؟ قتل قتل خطأ ما يدفع دية؟ قال لا، ما يرجع إليه كالجنايات أي على النفس، وترتب آثار العقود أي العقود الصحيحة كملك المبيع وثبوت الناسب. طب هو اتجوز وخلف، خلفته ديت سبب في ثبوت النسب. طب وثبوت النسب هتقول لا ما يثبتش النسب ليك؟ لا، يثبت قطع. والعوض في الذمة، اشترى بالتمليك، اشترى بالقسط، وبقى لي عندك فلوس، تقول له مش هيثبت لك حاجة في الذمة؟ طبعا لا. نعم، الحربي هو غير المسلم الذي لم يدخل في عقد الذمة ولا يتمتع بأمان المسلمين ولا بعهودهم. الحربي زي مين؟ زي الإسرائيلي، هو حربي في بلده، لكن لما بيخش عندنا ده واخد تأشيرة سفر مستأمن، لكن في بلده هناك وهو معتدي على إخواننا وبيقتل، ده حربي. لكن من أدخلناه عندنا لا، دمه معصوم وماله معصوم وله حق كذا وكذا، له حقوق، لا يضمن ما أتلفه على الأصح. نعم، ده استدراك، استدراك على أصل المسألة أي على قوله فالكافر في ذلك كالمسلم. قال نعم، يعني إلا الكافر، إلا الحربي، فإنه هو لو قال لو أتلف ما يضمنش، يبقى الخطاب ما بيتعلقش به، خطاب الوضع، وليس إتلافه سببا على الضمان على الأصح. قال نعم، الحربي لا يضمن ما أتلفه على الأصح. ليه؟ لأنه هو لا ملتزم عقود ولا ملتزم عهود ولا أي حاجة في أي حاجة، ده عامل زي البهيمة في فعله يعني. طيب، انتهينا من درس اليوم، وكان درسا ماتعا لطيفا خفيفا جميلا. إن شاء الله هنقرأ مسألة اسمها الأمر بالشيء نهي عن ضده، وكذلك إن شاء الله نتكلم على مسألة النهي النفسي كذلك، والنهي يدل على فساد المنهي عنه إن شاء الله تعالى. فهي مسائل كثيرة تحتاج منكم إلى تحضير، لأن كمان زي النهاردة إن شاء الله نكون ختمنا الأمر وندخل بعد ذلك على العام.